كله بالخير يا عبد الله. مرحبا مرحبا، صبحكم الله بالنور والسرور. بالنور يا ابو مبارك، تسلم يا حبيبي. والله احنا جينا بنتكلم في موضوع، ولكن انت طرحت موضوع اهم وهو حق ان نتكلم فيه، اللي هو موضوع دول مجلس التعاون والدول العربيه والدول الاسلاميه في اليمن ودولة اليمن بعد. ونقول الحمد لله على الاخبار الطيبه اللي اعطيتونا اياها، ونقول شكرا على كل من بادر المبادرة والحركة، ونقول الله ينصر له إن شاء الله ينصرهم ويوفقهم ويرد عيالنا بخير وبسلام إن شاء الله. اللهم آمين. ونشكر القيادات على الخطوة الإيجابية اللي الحمد لله يمكن بعض كانوا متشائمين منها وما هم فرحانين، ولكن الحمد لله إيجابية 100%، وردت فعل تبين على طال عمرك أن في نخوة في العرب، وأن العرب بعد ما يتكلون على حد يتكلون على الحمد لله. عمر الله ما يخذل المظلوم. نعم، وهذا طال عمرك دافع عن الأمة الإسلامية بشكل عام، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودول الخليج الثانية اللي مشاركة كلهم باسمها والدول الإسلامية بشكل عام. ونقول الله يوفقهم إن شاء الله، والله إن شاء الله يكسر كل اللي عادي الإسلام، ومثل ما قلت الحوثية ربي عذره إن شاء الله، لا فكر صح ولا ديانة صح، ولكن إن شاء الله بإذن الواحد الأحد نفرح بصنعاء بإذن الواحد الأحد. وعلي عبد الله صالح في الزنزانة نبغيه حي ما نبغيه ميت. يا رب يا رب الله ييسر النصر للأحرار. اللهم آمين آمين إن شاء الله، هو كل خاين يا رب. والشيء الثاني تكلمت بعد عن موضوع الختمة القرآن، الحمد لله اليوم فضل الله هذا والله أنا فخر لكم يا عبد الله ولنا يشهد الله سبحانه. الحمد لله الحمد لله، والله العظيم أنه من الأشياء اللي الصراحة أنا أقول للشيخ بدر أول مرة ندبر القرآن ونسمع حرف حرف مع محمد الذهري، الله يجزاه خير يخليك تركز معه، وأول مرة يمكن قبل نقرأ ولكن ما نعرف أشياء كثيرة، ولكن محمد الذهري كان يقرأ ويعطينا معلومات، واللي عنده معلومة يعطينا إياها نثري بعض ونشكره على ذي المعلومة، ما كنا نقرأ وبس، ونشكر محمد الذهري على الجهد هذه، وهذا يدل على تربيته الطيبة، وعسى الله إن شاء الله يوفقه ويطول عمر أهله اللي ربوه هذه التربية الطيبة. والشيء الثاني طال عمركم اللي هو ما تدخل في الشيء الثاني بدخل انا معك، تسمح لي بمبارك؟ تفضل. مرحبا، صبحك الله بالخير مبارك. صبحك الله بنور السرور. وشلونك طال عمرك؟ طيب عليك طيب. الله علي دقيقه بس بعطيك المجال، بس انا بتكلم معك كان في فكره ببالي راح. تفضل علي. محمد الذهلي اذا كان له اجر فانت يا ابو مبارك لك اجرين. الله يجزاك خير. تدري وش الاجرين؟ ان شاء الله نقول. تدري وش الاجرين؟ ما ادري والله. الاجر انك تقرا قران، ولا الاجر الثاني انك تتعلم وجالس يعني تحافظ، يعني في كان في صعوبه عندك، في صعوبة عندك في بعض القراءات وفي بعض الأمور، فاللي حاصل 90 يوم إنك محافظ وإنك تحسنت قراءتك بشكل كبير. الحمد لله. أنا وأنت من أنت من أشوف خالد المحيميد ومحمد الذهلي ومحمد عثمان وكل الشباب موجودين، لكن أنا أرى والله أعلم أنت أكثر واحد من الشباب تحسنت قراءته، يعني عن بداية البرنامج والآن ترى فرق كبير يا مبارك. الله يطول عمرك، والحمد لله ذي الفضل لله ثم لمحمد الذهلي الله يجزاه خير. ترى خلف البث يمكن ما يدرون كان يقعد عندي يحفظني أشياء. الشيء الثاني طال عمرك، أنا يوم أول مرة كنت أقرأ حتى الكلمة تكون غلط أمر عليها مرور الكرام ما انتبه لها، لكن الحين يوم أمر عند الكلمة أشوفها غلط أتأكد أنها غلط، أوقف عندها أشك فيها أنها هذا غلط قرأتي فيها. جزاك الله خير. معك أخوي معك أخوي علي الغام. تفضل أبو الوليد. معك يا عبد. مرحبا وشكرا لك. السلام عليكم. صباح الخير يا عبد الله. مرحبا مرحبا. أول شيء أهنيكم على هالشيء الجميل اللي أنتم سبقتوا كل برامج الواقع فيه بكل فخر واعتزاز. الحمد لله. ما في أحد ما يفتخر بأنه يختم القرآن، وشيء وافتخار واعتزاز مدى الحياة. الحمد لله. ألف مبروك لكم ونفتخر فيكم والله يا عبد الله. الحمد لله. هذا الشيء الأول. ما يحتاج أنت ما سيتفضل محمد عثمان محمد الذهلي عليك وأخوك وصديقك وأنت في البرنامج. وما أنسى فضل حد أي حد. الله يسعدك. وافي وافي يا عبد الله. الموضوع الثاني اللي ودي نخش فيه اللي هو الحدث الأخير اللي صار. أنا يا علشانه. حبيب قلبي الله يسعدك. اشرح لنا الموضوع باختصار عبد الله، باختصار. أولاً نقول يمكن أنا عصبت شوي وطلعت كلمات مني يوم عند أبو كاتم على مصطفى، ولكن اللي بتقولكم إياه أن إحنا ليش نختار الأسامي في الهواء؟ كيف ليش نختار الأسامي في الهواء؟ ليش ما نختارهم خلف الهواء؟ عشان تسجل. علشان تسجل. طيب. إذا أنا غلطت غلطة المفروض اسمه مصطفى يكون عنده الأسامي يقول لي لا حبيبي هذول الأسامي موجودة عندي، أنت اخترتهم قدام الهواء أنا أعطيهم هذول فقط. الشيء الثاني المصيبة ما هي هذه، جيت اخترت الأسامي قدام الهواء خمسة
أساسيين وباقيين حطيتهم استشاريين. ورحت لتسليم الرواتب وعندي ثلاثة هي أربعة شباب منهم التوام محمد عثمان محمد المسعود يعني مجموعة كبيرة فهمت. فقلت له أعطى الخمسة الأساسيين اللي هم فارس صالح الزهيري عمر الملحم الفوزان الذهلي 200 200 200. دقيقة، فارس محمد الذهلي محمد عثمان؟ لا مش محمد عثمان. أيوة فارس صالح الزهيري الملحم عبد المجيد الفوزان الذهلي. طيب خمسة ذولي، خمسة في الهواء قلتها هذه بدون كلام. طيب هذه اخترتهم في الهواء، ثلاثة اخترتهم في المطبخ ممتاز عند خالد حامد، واثنين اخترتهم قدام الشباب وبعدين سويت تدشين واخترتهم قدام الهواء، هذه ما فيها اختلاف. طيب ما يحور فيها المسلم. حلو. بعدها طال عمرك رحنا لتوزيع المبالغ وكانوا عندي محمد عثمان ومحمد محمد المسعود. ايه ذكرت خمسة يا عبد الله، ذكرت خمسة. دقيقة عبد الله، عبد الله وظفت عشرة استشاريين. عبد الله انت ذكرت خمسة، لا عشان كذا ذكرت لك قلت لك عد الاسماء. حلو. عد الاسماء هذول الخمسة بقول لك شيء اساسيين وحطيت عندهم استشاريين. ايه وقلت لهم بعطيكم رواتب باذن الواحد الاحد. طيب سؤال، متى وظفت محمد المسعود بالضبط؟ بعدها طال عمرك بعشر دقائق بالضبط. طيب فهمت؟ بعدها بعشر دقائق. اذا تقول لي ليش ما هو نفس الوقت، انا وظفت الشباب الظهر وظفتهم في المطبخ، ثلاثة وظفتهم الظهر واثنين العصر وبعدين وظفت الباقيين في الليل. ممتاز. يعني فرقت عشر دقائق ما فرقت. الشيء الثالث طال عمرك رحنا لي اسمه منه مصطفى وقلت له الخمسة الأساسيين عطهم كل 200. ممتاز. وكان صوتك عبد الله، طلع المايك بس عشان نسمعك، طلع المايك من جيبك، الظاهر انك تاكي علي اسلم. طفى المايك، تاكد من المايك يا عبد الله، طفى المايك. اقول لك أسلم. الخمسة الاساسيين قلت له اعطهم كل واحد 200 خلصنا منهم. حلو. قلت له اريد اعطي محمد عثمان 150 ولا 100 ما تذكرت، هو يقول لي 100 انا والله ما تذكرت فهمت. وكان عندي محمد المسعود. يعني فارس من ضمن الموظفين اهم شيء. فارس من ضمنهم 100% ما فيها كلام. دقيقة اسمح لي بنقطة واحدة. دقيقة عبد الله، بلغاني الاعداد انه انت وظفت خمسة، بديت تزيد في الاعداد، جاك عبد المجيد الفوزان بالحرف قال له ترى ما يسمح الرواتب ما تقدر تعطي اكثر من خمسة، قلت لا انت انا بعطي عشرة رواتبهم وراح يعرض المقطع هذا بكرة عشان توضح. حلو ايوه علي من احد. صح قلت انا بعطيهم. طيب القانون انه خمسة بس اللي يدفع لهم راتب. القانون لكن انا قلت بعطيهم من عندي. فهمت من طيب القانون هذا. طب هذا يسمى تحويل، تحويل ممنوع يا حبيبي. انا اذا مصطفى ما يعرف التحويل ممنوع وش ذنبي انا؟ كيف مصطفى حول. انت تقول ابعطي من جيبي من راتبي الشخصي، من راتب البلديه، من راتبك الشخصي بتاخذه من البلديه. تمام من البلديه. يعني معنى هذا انه هذا تحويل وليس وظيفه. الوظيفه الخمس اشخاص الرسميين يا عبد الله. اقول لك شيء لبيه، والله العظيم ما قد استوت قبل. طيب. وني ما قلت الا يوم انها استوت، وني ما اتاكدت اني بقول الكلام الا اني متاكد ان في شباب قد اعطوا رواتب. طيب. فهمت من دون موظفين. محمد المسعود، محمد المسعود وظفته بعد الوقت الرسمي اللي لا 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 يوضع لا في القناه. ما حد وظفته. دقيقه ما حد الوقت وظفته. الرسمي اللي يحط لتوظيف الموظفين في القريه في البلديه من قبل رئيس البلديه، وظفت محمد المسعود بعد الوقت هذا وراح يعرض الفيديو بكره. بيعرض الفيديو. حتى لو حطيت محمد المسعود وفارس في البلديه موظفين ووزعت عليهم رواتب اللي وزعتها انت، يبقى الاحقيه لفارس بالفوز في البلديه. وانا ثرني طلعت اسم فارس. كيف؟ انا ما طلعت اسم فارس، انا الخمسه الاوليين اعطيتهم رواتبهم. دقيقه ما قلت فارس موظف معي؟ ايوه موظف عندي. خلاص طب دام فارس ومحمد مسعود معناته الاحقيه لفارس حتى لو حطيت محمد المسعود. زين يوم ان الحقيه لفارس انا مالي دخل، ليش تيوني وتقولوا لي انت وضح. لما تجي تعطيني اسماء على الهواء. دقيقه صبر. لما تجي تحط اسماء على الهواء ولما تحط محمد المسعود بعد التوقيت الرسمي اللي يحط لتوظيف البلديه توظفه بعدها بربع ساعه و15 دقيقه بالضبط، وظفت محمد المسعود يا عبد الله. والشباب وظفتهم الظهر اللي هم الثلاثه فارس صالح الزهيري عمر. وظفت الظهر اليوم الثاني. وظفتهم الظهر. الظهر عند خالد حامد. عند خالد حامد وهو يدري والعالم تدري كلها قدام الهواء. وظفت اللي هو اسمه منه الذهلي وسمى من هو عبد الله. تدري ايش سجل عليك؟ سجل وش؟ اول خمسه اسماء نطقت فيها في اول ربع ساعه بعد استلامك البلديه، اللي ذكر بعد كذا ما انا ما ذكرت لا لا بعد ربع ساعه انا ما ذكرت حد الا يوم لبست بدله وطلعت. هذه بكره
اليوم الثاني طيب اليوم بعد استلام يعني الدنيا من اولها على كلام انه نقل من الدنيا كلها ملخبطه من اسلامك للبلديه. انا استلمت البلديه ما ذكرت اسم حد. المفروض انك توظف اول ربع ساعه وهذا الخطا اللي طحت انت فيه. ما حصلت مجال، حاولت انادي الشباب ما حصلت مجال، فهمت؟ والاداره ما قالوا لي انك تروح توظف، وهذه مش غلطه الاداره. عبد الله على كل رئاسات البلديه، ما انت عارف انه في توقيت رسمي ولا انت عارف انه في توقيت بعد توظيف بعد مسك البلديه يا عبد الله؟ يا حبيبي انت قد مسكت البلديه سابقا صح ولا لا؟ مسكت البلديه يعني عارف قانون البلديه وعارف مجالها وعارف محتواها كامل. ووظفت بكره، ما هو انا الوحيد، انت لك ربع ساعه يوم توظف، بعدين ما عاد مشوا عليها الشباب قبل يوظفون بكره بكره بكره، يوم يقومون من النوم يسوون تدشين معين ويوظفون، فهمت؟ انا وظفت بكره ممتاز. ليش صبر خلينا نتكلم يا اخي، خلينا نتكلم. طيب عبد الله وصل اللي عندك اسلام. خلينا نتكلم، جيت طال عمرك وقلت له عط محمد عثمان فوق الخمسه هذا، عط محمد عثمان وعط اسمه منه وعط محمد المسعود. عبد الله من اللي عندك بالكمشرو؟ صالح زهيري ونعم 50، فهمت؟ عطى صالح زي ذي اسمه منه محمد المسعود 50. يوم راح محمد المسعود انا ما اريد يسمع، قلت له عاط محمد المسعود فوق 300. قال كم يعني؟ قلت له عاط زياده ما عليك، فهمت؟ انا ابغيه يمسك البلديه، فهمت؟ سلطان من عندي. انا سؤال، انا ذكرت خمسه. دقيقه عبد الله، انت قلت على الهواء عط محمد المسعود فوق 300؟ مش على الهواء قلته؟ عند مصطفى قلت على الهواء انه اوظف عبد الله. ما ادري الهواء عندنا ولا ما عندنا، ما ادري انا. لانه اللي نسمعه وعرفناه انه انت قلت بوظف كل الخمسه موظفين ب 200 200 200. هذول خلهم، خلصت منهم. هذول الزياده. عبد الله مطلب، يعني مطلب عن الزياده. عبد الله مطلبك عشان ما نظلم احد بوقت الفقره. مطلب ما ما هذول طال عمرك الخمسه خلصنا منهم رسميين، المفروض اصلا ما حد يناقشني فيهم. طيب فهمت؟ ولا حد يقدر يشلهم. طيب لا مصطفى ولا غير مصطفى، هذول الخمسه رئيسيين بدون كلام قلتها بالهواء. هذول الاضافي اللي ضفتهم المسعود ومحمد عثمان من عندي صفطان، من عندي ابغي لهم، انا ابغي لهم. طيب فهمت؟ مصطفى ليش يسجلها؟ ليش يسجلها مصطفى يوم انه غلط؟ ليش ما يعلن؟ وليش يعلن انه رئيس البلديه وبعدين يسحبون؟ ليش الحركات ذي؟ ما دام انك غلطت تحمل غلطتك. الكلام هذا موجه لمن؟ لمصطفى. ما اخطا مصطفى، مصطفى ما اخطا يا بنت اخنا. اخطا مرتين، مره أخطأ يا اخي خل الموضوع عبد المجيد يا عبد الله. عبد الله عبد الله عبد الله الله يرضى عليك. حبيب قلبي. حبيبي عبد الله. يطلعني كذاب. عبد الله عبد الله. محشوم انت، محشوم عبد الله والكل محشوم. تمام. وبعدين يقول انا ابو مبارك، ابو مبارك اسمعني الله يسعدك، اسمعني ابو مبارك، الموضوع ما هو انه مصطفى اخطا، انت اعطيت اسماء على الهواء، اعطيت اسماء بعد الهواء، وظفت محمد مسعود بعد. لا الاسامي اللي اعطيتها في الهواء اعطيت اياهم نفسهم، لكن انا ضفت اثنين زياده. زائد انت يا عبد الله الخمسه الموظفين هذول الرواتب مستحقه، غيرهم يا عبد الله يسمى تحويل. التحويل ممنوع. التحويل ممنوع في نظام البرنامج. باي حق يسحب من عبد المجيد الفوزان ويسحب من فارس البشيري؟ باي حق؟ كيف يسحب؟ طيب عبد الله اسحب، حط على كيفه، اسحب اسامي وحط على كيفه. ليش؟ الاسماء اللي قلتها عبد الله تحت الهوى هي اللي اعتمدها. لا انا قلتها والشباب شاهدين عندي، والله اني قلت للخمسه اللي وظفتهم هم ما يتغيرون، خمسه والبقيه تحويل. انت قلت كم شيء محمد المسعود؟ ايوه التحويل، وهو وافق تحويل عليها. ممنوع، وافق عليها. ليش يوافق عليها؟ ممنوع يا حبيبي من اول برنامج. انا مالي ذنبي اذا هو من اول برنامج يا عبد الله ممنوع التحويل، انت عارف ماسك البلديه سابقا. وين من الثلاث ايام اللي فاتت؟ طيب وينك انت من شهرين ونص ماسك البلديه وعارف القانون؟ وينك شهرين ونص عارف القانون انه ما في تحويل؟ وليش هو ما عارف القانون مصطفى؟ عبد الله شهرين ونص ماسك برنامج عارف التحويل؟ يا اخي هو ما عارف القانون، انا عارف ان التحويل من المال الشخصي ممنوع، لكن من فلوس البلديه يحق لي. لا ما يحق لك. لا والله فلوس البلديه يحق لي. ما يحق. وشباب سووها ابدا، ما يحق لك. سووها شباب. لا ما يحق لك. متاكد ان سووها شباب. مين سواها يعني؟ ما بدون ذكر اسمني. ما عبد الله عشان بس تكون صريح، انا والله لا اني معك ولا اني ضدك. انا اتكلم على اخوياي، ما اتكلم على اخوياي. بس بقول لك شيء عبد الله عشان بس تكون صريح. لبي يا صالح. زياد انا بسالك سؤال. انا الحين لو جيت لا قدر الله صدمت سيارتك، طيب وانت عسكري وقلت لي امش راح الله يستر عليك، حلو؟ بعد ثلاث ايام جيت سحبتني المركز، ليش صدمت النظام يقول لا ما تصدمني؟ نفس اللي صار. صالح صالح خليني اقول لك شيء. احنا في مسابقه، ما نبغى ندخل في امور العسكريه ولا امور. بس انا قاعد اضرب مثال، قاعد اضرب مثال. الحين مصطفى جاء واودع الفلوس، حلو؟ اول حاجه يوم جاء هنا كلامه مختلف كليا. طيب قال انت ما وظفت الخمسه ذولا، وظفت ثانيين. بعدين قال ها يوم حشرناه قلنا له موجوده على الهواء، قال ها لا اي صح انت وظفت.
وبعدين ليش تودعها من ثلاث ايام وبعدين تجي الحين تقول ليش وتسلم الرجال وتدشنون البلدية حقته كلكم عارفين وتدشنونها والرجال تاعب وجايب تدشين محترم يوم يوم دشنها ووزع الوظائف تجي تقول عبد الله اخ صالح هو ليش ما نقطتين يا صالح نقطتين صالح ابو مبارك دقيقه ممكن اقول لك شيء نقطتين راح اسمعك بس اولا شيء بعيد عن ضرب الامثله بالمجال العسكري احنا في مسابقه ولعبه برنامج فقط ثاني شيء يا صالح انت وعبد الله الامر هذا اتى بعد تنبيه الجمهور رجعت الاداره للحسابات لقت الدنيا فوق تحت يعني من الخلطان مصطفى الغلط الاول وجهه نظرك وانا اقول لابو مبارك من اول ايش مطلبك ايش تبغى توصل نسبنا في ذا الخمسه اشخاص اللي كل مره لا اسماء انا اللي بوصل لطال عمرك انا لو سحبت الفلوس من مجيد وفارس فهمت انا ما في خير لا والله انك محشوم لا ما في خير ان كان اعطيهم اعطيهم كلمه واغيرها عند مصطفى وانا ما غيرتها والشهود عندي الشباب كلهم فهمت يبينني اني نصاب انا ماني مستفيد لو اعطيت محشوم يا عبد الله ماني مستفيد اذا اعطيت محمد عثمان وسمى منه وسمى منه ومحمد المسعود وخسرت فارس وعبد المجيد ترى كلهم عينين في جبين واحد عبد الله مطلب وكلني اعرف كيف اقدر خوياي ولا ارضى اني والله ما فيك ذره شك انسى الامر هذا مطلبك مطلبي مصطفى تكلم بكلام قدام الهواء وقال انا عبد الله احط اسامي ناس وهو ذكر ناس غير 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 فهمت ونوظف ناس ثانيين يعني عبد الله يلعب على الحبلين طيب الله يعطيك العافية والله لا ارضى على نفسي ولا ارضى على اخوياي وحنا ما نرضاها لا عليك ولا على مصطفى الله والخصم 500 والخصم 500 باي وجه حق اذا واحد غلط ردوها على عبد الله بن دفنة وش ذنب عبد الله بن دفنة الشيء الثاني فواز الحارثي قال لي ال 50 اللي من اسمه منه اللي من اسمه منه الدكتور سعيد والدكتور ماجد دكتور سعيد الحارثي وماجد الغامدي ماجد الغامدي 50-50 قتلت في قسالة وقال عندي وكلمه لين الحين ما ودعها في حسابي فهمت واسمه منه وهاني العنزي كلمني في 400 حقت المطبخ ولين الحين ما ودعها في حسابي لين الحين طيب. ليش مصطفى معي كذا لكن بعد يحاول أن يكذب عليه ويعريني قدام العالم لا ذي والله مرضى يعني عتبك يا عبد الله ترسل الإدارة على مصطفى واللوم على مصطفى لا أنا الإدارة أقول ما لا دخل الإدارة ترسل للإدارة ترسل العتب للإدارة أنه مصطفى أي مش أنا والإدارة ما فيها شيء مش أنا لا أنت والإدارة نقول بيض الله وياه متعاون معنا في كل لفظ الله يبيض وجهك أبو مبارك مرحبا لا أنت